اسمي عاصم كمال عمر، مدرس سابق في كلية فنون جميلة. اشتغلت شوية في الكلية، كنت مؤسسي أول كلية للفنون الجميلة بصعيد مصر بالمنيا. اشتغلت فترة قليلة وبعدين سافرت أمريكا وتفرغت بقى للفن وأعمال الديكور، وكنت بروح وباجي مصر. يعني الكرتون مادة مصنوعة طبعا من الخشب، والخشب مادة يعني حاجة من البيئة. يعني نظرا للحالة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم، بس مش في مصر، فأنا فكرت ليه ما نستخدمش الكرتون احنا كمان ونعيد تصنيع الأشياء اللي احنا معتادين على صناعتها، مثلا زي الأساس، زي غرفة نوم مصنوعة من الأخشاب، بالأنتري، الكرسي. ايه المانع ان نعمل غرفة لا يزيد تكلفتها من 800 ل 1200 جنيه؟ القضية كلها بتعتمد في الشغل الكرتون عندي على التصميم. يعني التصميم عبارة عن أفرخ ورقية معمول شكل محدد، الشكل اللي انا هنتجه فيها، وما على الشخص اللي هيستخدمها الا ان هو يعيد تركيبها، يطبقها عملية فولدينج بس مش اكتر، وكونكتد توجذر يدخلها في بعضها علشان يحقق الشكل المطلوب، اذا كان سرير او مكتب طفل او كرسي او دولاب حتى. يعني اذا انا اقدر اوصل لان غرفة النوم تبقى في كرتونة وباخدها في ايدي وانا مسافر، لو طالب مغترب ورايح مدينة اخرى، من السهل جدا ان هو ياخد غرفة النوم بتاعته في كرتونة صغيرة يقدر يشيلها بايده، واول ما يوصل المكان بيفتح الكرتونة 5 دقايق او 10 دقايق حسب امكانياته، وبيتبع طريقة معينة موجودة مع رسم معين، وبينصب اوضه النوم بتاعته. مهاجرين في البلاد العربيه احيانا بيحتاج، بيبقى قاعد مثلا سنه او سنتين، هو مش معقول هيشتري غرفه نوم او اساس بالعمله بتاعه البلد وهو لسه رايح مغترب ومش هيقعد هناك غير اكتر من سنه او سنتين. فاسهل شيء ان هو ممكن حتى يطلبها بالبريد اذا مش عايز يشيلها في ايده. الاشياء المهمه اللي كانت بتلفت نظري ان معظم الجمهور كان بيبقى خايف، بالذات الاحجام الكبيره شويه كانت بتبقى خايفه انها تقرب منها، يعني بتلمسها. بطلب منهم انهم يقعدوا على السرير او يقعدوا على الكرسي، فكانوا بيبقوا مترددين شويه ويبتدوا يلمسوها ويشوفوا اذا دي هتتحمل ولا تتحملش. انا قدرت اقعد 6 اشخاص على السرير اثناء العرض عشان يحسوا ان السرير ممكن يتحمل. السرير ده ممكن من الكرتون لكن ممكن يتحمل من 300 ل 600 كيلو.